السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جولة في تادي باش تشوفوا الجديد اللي داخل اليوم. واول حاجة لاحظتهم جدادين هما هاد الكؤوس، هادو رائعين اللي هما نتاع الشاش. فيهم هنايا هاد الديزاين تاع الوريضة، شوفوا شوفوا تحطوا فيهم الشميعة عاد غادي يبان ديزاين مزيان. كاين فيهم الالوان رائعة، كاين فيهم هاد اللون، وكاين هذا اللي داير الوان قوس قزح، وكاين هذا اللي حدا هو بوحدو. الثمن ديالهم 3 أورو. ودخلوا حتى هاد الشميعات اللي عندهم الغطاء ديالهم حيت هادو كيطلقوا الريحه، راهم كبارين هاد العلب هما تاع الشاش. الثمن ديالهم 4 أورو. كاين فيهم هاد اللون الغوص واللون الابيض. وجابوا هاد الفاز، شوفوا هذا رائع، راه هاد بلاصه سادين ولكن هذا خلاو. الثمن ديالهم 3 أورو. كاين فيهم الالوان، كاين هذا وهذا، وكاينين هادو اللي فيهم 4 الالوان. كاين هذا واللون الابيض والغوز والابيض الشفاف. الثمن ديالهم بأورو، رائعين. اما تحطوهم هكا اولا ديروا فيهم الوريضات للداخل. ودخلوا حتى هاد الديكورات، هادو اللي فيهم لوتيم تاع البحر اللي خدامين بالحجيرات وكيديروا الاضواء. كاين فيهم اما هاد الشكل تاع الحوت اللي فيه الاسماك، اولا هاد الشكل تاع ديك البلاصه تاع البحر. الثمن ديالهم 5 أورو. وكاينين هاد الكؤوس، هادو اللي فيهم الداخل الشميع الداخل، حتى هذا فيه لوتيم تاع البحر وفيه هنايا الكتابه بالانجليزيه. الثمن ديالهم 3 أورو. ودخلوا حتى هادو راهم كبارين اللي فيهم هكا لوتيم تاع البحر اللي خدامين حتى هما بالحجيرات، الحجيرات كيدخلوا لداخل. هادو الثمن ديالهم 10 أورو. لا هو كبير بزاف، كبير كبير، كاين فيه هكا اللون الازرق وكاين اللون البني. وكاينين هادو، شوفوا هذا الشكل ديالو تاني رائع، فيه هنايا هاد السمكه منا. الثمن ديالو 2 أورو. كاين فيه اللون الابيض وكاين فيه هاد اللون الهيه الازرق الغامق. وكاينين هاد الديكورات، هاد العلبه اللي فيهم اشياء اللي هو عنده العلاقه مع البحر، كاين فيهم اما هذا او لا هذا. هادو الثمن ديالهم ب2 أورو او لا هذا. شوفوا هذا رائع، فيهم صديفيات، عجبوني الشكل ديالهم هكا تزينوا بهم. وكاينين حتى هاد العلب، اليوم كثروا بزاف نتاع الاشياء نتاع البحر، هادو تقدروا تشريوه يعني ماشي بحال الاخرين ما تقدروش نشريوه. هذا الثمن ديالو 3 أورو، هاد الشكل اللي عنده العلاقه مع البحر. وجابوا حتى هاد الحجيرات، هادو اللي كنزينوا بهم بحال الباص شي حاجه كنزينوا بهم، داروا فيهم تخفيض اللي كانوا ب2 أورو رجعوا ب55 سنت. كاين فيهم هذا ب2 أورو. كاينين هادو اللي هما صغار ولكن شوفوا الحجيرات الشكل نتاع البحر، دوك الحجيرات اللوتيم نتاع البحر. الثمن ديالهم 3 أورو. كاين فيهم اما هذا باللون الازرق او لا هذا او لا هذا. ولاحظت اليوم دخلوا حتى هاد الخزانات، هادو اللي فيهم اولا الغيكا اللي فيهم جوج في الباكيه، شوفوا الشكل ديالو تاع الخشب، تحطوا هكا في الدوش وفي الدخله تاع الدار وفي الصالون هكا كديكورات. الثمن ديالهم 7 أورو. ودخلوا حتى هاد الخزانه، حتى هادي على ما اظن شويه كبيره ماشي بزاف، هادي بلا ما تركبوها يعني ما كتصلحش، كتهز حتى لجوج كيلو يعني ماشي كبيره، تقدروا تديروا فيها هكا ديكورات. شوف الثمن ديالها 10 أورو الثمن ديالها. واما في الجهه نتاع الاواري راح تدخلوا هاد البونبونيير اللي جابوا فيهم جوج الالوان الابيض وهاد البني اللي هما نتاع الشاش، تحطوا فيهم هكا السكر اولا تحطوا فيهم الحلويات، راقين الشكل ديالهم. الثمن ديالهم 3 أورو. وجابوا هذه اللي كنديروا فيها الحليب هكا اللي كنزيدوا هكا في القهوه الا كيشوا عندنا ضياف اولا بلا ضياف غير في دارنا بوحدنا كنزيدوا فيها هكا اللي الثمن ديالو 1 أورو و50 سنت اللي كيهز 220 مليلتر هكا زوين اللي هو تاع البديع. وكاينين هاد الطاسات، شوفوا هاد زوينه هكا الاكسبريسو تاع القهوه
الثمن ديالها اورو باللون الاخضر. ولاحظت اليوم هادو في هاد الشيء اللي عنده العلاقه مع الاواني نتاع الكوزينه، لاحظت هذا اللي في الباكيه فيها ربعه هاد السكاكين كما مكتوب هنايا اللي هما خاصين تاع الزبده. عجبني الشكل ديالهم، اللون الابيض اللي كاين هنايا كاين فقط اللون الابيض. وحتى هاد الماركه راه هي ماركه معروفه، داروا ليه الثمن اورو وجابوا حتى هادو. لاحظت اليوم كاع الاشياء اللي هي ماركه معروفه داروا فيها تخفيض، ما عرفت اول مره ثاني كيدخلوهم هكا الماركه. حتى هذه راه هي ماركه داروا فيها اورو اللي فيها الفرشه والموس، شي حاجه غريبه. هاد الماركه كما كتعرفوا هنايا الدنمارك، هادو خاصين تاع الحوت. وجابوا هادو، هادو اللي كنحطوا فيهم الفرشات والمعالق اللي هما كبارين كنحطوهم فوق البوطاجي، الثمن ديالو 2 اورو بهذا اللون تاع الفضي. وجابوا حتى هاد بلاطو اللي هو تاع الخشب وراه هو كبير، راني وقفت هنايا باش تشوفوا الحجم ديالو كامل تاع الخشب، الثمن ديالو 7 اورو. ولكن واخا تاع الخشب خفيف، داك الخشب اللي هو خفيف ماشي داك الخشب اللي يتقل بزاف. وكاينين هادو حتى هادو زوينين اللي كنحطو عليهم الفوق منو الطبسي او شي كاميله تكون سخونه كنحطو عليها تاع الخشب، الثمن ديالو اورو. كاين فيه اما شكل مربع او شكل دائري بنفس الثمن. وجابوا هاد السيت حطوهم في بلاصه تاع الديكور، ما عرفت علاش اللي كيجي بزلافه مع الطبسي مع الكاس هكا تاع الاطفال اللي هما تاع بلاستيك، الثمن ديالو 5 اورو. وجابوا حتى هاد الوساده، هادي عجباتني، هادي نتاع باد يعني نتاع بادافانا اللي فيها هادو، راه هذا راه هو نتاع التوب. داكشي اللي عجبني حيت ملي هو نتاع التوب حيت بزاف كنت كنشوفهم هكا نتاع بلاستيك، ولكن هذا نتاع التوب هذا نتاع بلاستيك باش غادي يلصق ليكم باللون الكري، الثمن ديالهم 3 اورو. وكاينين حتى هاد القراي، هادو راهم نتاع الجاج، انا في الاول صحاب لي نتاع بلاستيك ولكن نتاع ماشي نتاع الجاج نتاع البديع. هذا اللي كنحطو فيهم الصابون تاع اليدين بهذا اللون الازرق، الثمن ديالهم 4 اورو. ودخلوا هاد السد، هذا اللي فيه البلاصه فين كنحطو الورق نتاع التواليطات، وهذا باش كنمسحو بيه. وفي حتى هذا، هذا بنفس الشكل يعني يعني يكون تناسق، الثمن ديالهم 10 اورو. كاين فيهم اما هذا الشكل او لا هذا الشكل. ودخلوا حتى هذه المنظمه، هذه اللي هي نتاع بلاستيك كبيره بحال السله، راه هي صغيره، شوف راه هي صغيره قد يديا، فيها جوج نتاع الايطاجات. هادو كيصلحوا هكا في الحمامات، حطوا فيهم هكا العنايه بالجسم واي حاجه. جابوهم فقط في اللون الابيض، الثمن ديالهم 2 اورو. واما بهاد الجهه، هاد الجهه اللي عنده العلاقه مع التبصل تاع الورق، اللي عنده العلاقه مع الاشياء اللي هي تاع الرحلات البيكنيك، لاحظت هادو، هادو ملي شفتهم في الاول صحاب لي نتاع نتاع الشاش اولا نتاع البديه، ولكن تاع بلاستيك كما كتسمعوا راه هو تاع بلاستيك في هاد الالوان، الثمن ديالو اورو اما هكا اولا الالوان سامبل. وكاينين هادو، هادي اللي هو تاع بلاستيك اللي فيها في الداخل 10 بياسه كديروا فيها هكا الا ما كنا في الرحلات، الثمن ديالو 55 سنت.